ازيكم يا مواليد برج الجدي، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الجدي اليوم الجمعه الموافق 12 يناير 2024. النهارده هيبقى الوقت مثالي عشان تفكر في انك تغير مسيره حياتك المهنيه. هتبتدي تنشا فرصه مفاجاه جدا، ممكن نعتبرها متميزه، فيها تحول من الشغل للتمثيل النهارده، فما تخليش انعدام الامن يعيقك. تحتضن المرحله دي، تعتبر مثيره جدا للاهتمام. هتستمتع برحله فيها استكشاف لطرق شغل جديده. وقتك مناسب عشان تاخد خطوات جريئه تكتشف بيها اللي المفروض يخليك مبسوط تعمله. المعلومات النهارده اللي انت بتجمعها هتبقى حاسمه جدا لمستقبلك. ضروري انك تنظم التفاصيل دي وتستخدمها بعد كده. هتفتكر ان عليك تاخد قرارات فورية وتركز على بيانات كتير مفروض تعالجها. هتبقى مستعد انك تختبر الفرص المستقبلية اللي قدامك في اليوم ده. هيمثل يومك فرصة رائعة جدا عشان تحمل تحدث لنفسك بشكل ايجابي مع كل علاقاتك. في شوية ابداع عندك انت وشريك حياتك، هتكتشف بيه عالم من امكانيات جديد، فيها فرصة تشتغل اكتر على العجائب دي. هتاخد الخطوة الأولى، كل حاجة النهاردة بتتبعد بشكل طبيعي وهتبتدي تندرج. هتبتدي تفتح أبوابك قدام مستقبل مشترك، هتبقى فيه إشراك أكبر بالنسبة ليك. في مكالمة النهاردة هتسمعها، هتدور عن وجهات نظر، هتوفر ليك أنشطة خارجية كتير. هتبقى فيه ركوب للدراجات النهاردة، وقتك هيبقى مناسب عشان تتحدى نفسك، تخرج من منطقة الراحة دي وتحس بأنك حابب تتمتع أكتر مع أصحابك.